بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين بدون عنوان من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. نرحب فيكم طبعا في هذا اليوم الثلاثاء 15/1 لعام 2013، طبعا 3 ربيع الأول لعام 1434. تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني معنا الأستاذ وائل، ومن الإخراج الإذاعي معنا الأستاذ نزار، كذلك في الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوضي. نمسي عليكم بالخير. طبعا بداية نهني رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم وشعب دولة الإمارات، وكذلك المقيمين على أرض الإمارات وكل من شجع منتخب الإمارات على هذا الفوز، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وتأهلهم طبعا للنهاية، وإن شاء الله نقولهم الكاس إماراتي والكاس أبيض إن شاء الله، وإن شاء الله المنتخب ما راح يرجع إلا بالكاس بإذن الواحد الأحد. ولا تنسون طبعا، لا تنسونا من الدعاء، ولا تنسون المنتخب من الدعاء وبالتوفيق إن شاء الله. طبعا برنامج بدون عنوان يأتيكم كل يوم ثلاثة من الساعة 10 وحتى 12 صباحا، ويعاد كل يوم سبت في نفس التوقيت، وكذلك تفوت الحلقة ممكن يتابعها عن طريق اليوتيوب على قناة الرابعة على اليوتيوب طبعا، أو يكتب بدون عنوان مسافة عجمان ممكن كذلك يتابع الحلقات. طبعا برنامج بدون عنوان عبارة عن برنامج منوع، ترفيهي، اجتماعي، توعوي، سياسي، صحي، برنامج منوع، ويطرح قضايا طبعا تهمني وتهمكم وتهم المجتمع. طبعا يمكن الأسبوع اللي طاف كان معنا الأستاذ أو المستشار المالي صلاح الحليان، ووعدنا إن شاء الله بجزء ثاني، وكان المفروض هو اليوم يحضر ويانا ولكن لظروف ما قدر يحضر ويانا، فوعدنا إن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون معنا. فللي بيجهز أسئلة وعند استشارات مالية ممكن يجهز الأسبوع الجاي. اليوم يمكن عندنا موضوع اللي هو لا يكاد يخلو بيت منه، وما يكاد يمكن شخص إلا ما يتعامل معه سواء كان صغير كبير، ويمكن سهل الكثير من أمور الحياة وممارسة الحياة، ووفر علينا الكثير من الوقت والجهد، ولكن إلى آثار سلبية كثيرة. سبحان الله، كل شيء زين لابد ما يجيب معاه آثار سلبية، وهو يمكن سلاح كذلك ذو حدين، وفي ناس تتعامل مع حد أكثر من حد آخر. طبعا عنوان حلقتنا اليوم أثر التقنيات الحديثة في حياتنا، أثر التقنيات الحديثة في حياتنا. والتقنيات الحديثة هنا نقدر نشملها بكل التقنيات اللي موجودة، سواء حتى يمكن السيارات بعد اليوم متوفرة فيها الكثير من التقنيات الحديثة، يمكن كانت تختلف قبل، وكنا عارفين يمكن السيارات البدائية كانت بمواصفات معينة، كانت بسرعة معينة، اليوم بسبب التقنيات هذه الحديثة تغيرت مواصفات السيارات هذه. كذلك نقدر ناخذها على الأجهزة الذكية أو الهواتف المتحركة، على أجهزة الحاسب الآلي أو الكمبيوتر، كذلك الآيفون، الآيباد، البلاك بيري، كذلك من التقنيات الحديثة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت، الانفتاح اللي صار في الآونة الأخيرة انفتاح غير طبيعي، وجر معاه الكثير من الآثار السلبية سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الأسري أو على صعيد كذلك المجتمع ككل، وترتبت عليها آثار سلبية كثيرة. ممكن في بعض الأحيان تضيع تربية الأب أو الأم لعيالهم، يعني واحد من الطرائف اللي يروونها أنه واحد راح المدرسة يسأل عن نتيجة ولده، فاكتشف أنه ولده راسب في كل المواد، الأب يود راسه، حط راسه بين يديه. قال ليش يا أستاذ؟ قال لي يمكن أنت مقصر في حقه. قال لا والله ما قصرت، ما خليت شيء، طلب الولد ما جبت لي. قال أبغي تلفزيون في الغرفة، عطيته. قال أبغي رسيفر خاص، عطيته، اللي هو مستقبل القنوات أو الدش. قال أبغي كمبيوتر، قال عطيته. قال مدلي انترنت، قال عطيته. قال أبغي بلاك بيري، عطيته. عقب ما وفرت لكل هذا، وآخر شيء الولد يرسب ويقول كل ما أدق عليه الباب أقول له ها بابا شو تسوي؟ قال أذاكر. فساعات نحن ما نقول جهل، ولكن في بعض الأحيان يمكن عدم معرفتنا بالتقنيات الحديثة هذه يخلينا نحن نثق ثقة زيادة، ثقة عمياء في عيالنا، ونتحراهم أنهم هم
قاعدين يذاكرون مثلا أو غيره، أو يحسنون استخدام التقنيات هذه، فمع الأسف الشديد اللي يصير العكس تماما، فتترتب عليها آثار سلبية. كذلك مع الأسف الشديد يمكن بعض الناس الكبار شوية مفروض اللي مفروض أن يكون واعين ومدركين وفاهمين كيفية استخدام مثل هذه التقنيات، نشوف لا زادت المشاكل. يمكن كذا مرة استضفنا الأستاذ وداد لوتال مستشار الأسري من هيئة تنمية المجتمع، طبعا كذا مرة في كذا حلقة كانت معانا، واتضح أن في خيانات تكون عن طريق هذه الأجهزة، وممكن تيسر خيانات وممكن تكبر الخيانة لأكبر منها. يعني فلنفرض أن الجهاز هذا ما كان موجود، يمكن الوحدة والواحد ما كان راح يقع في هذه المشكلة. ولكن نرجع ونقول الخلل مش في التقنية كثر ما هو الخلل موجود فينا نحن في استخدام هذه التقنية. كذلك يمكن في آباء وأمهات يشتكون من عدم اختلاط عيالهم معاهم، من عدم وجود حوار أسري ما بين الآباء والأمهات، وكذلك الأزواج والزوجات في بعض الأحيان تحصل اليوم الاجتماعات مثلا أصدقاء يجتمعون ما يتكلمون مع بعض، تحصلهم اثنين راكبين في سيارة واحدة، يعني نشوفها ياسين في سيارة واحدة وراكبين في سيارة واحدة، وربع أو 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 أصدقاء راكبين في سيارة واحدة، تحصل كل واحد محطي منزل راسه يستخدم التلفون ماله، يعني حتى الحوار ما عاد مثل القبل. فأنا ما عندي ضيف الصراحة اليوم، فأنا أبغى أسمع منكم أنتوا، هل فعلا التقنيات هذه مؤذية لها أثر سلبي، أو ممكن نحن نستغلها استغلال ثاني وممكن ننشر الوعي؟ وفي ناس فعلا الصراحة يعني ما شاء الله عليهم يمكن يسوون مليارات، أقولها بمعنى الكلمة مليارات الحسنات في اليوم الواحد بهذه الأجهزة، وفي منهم يكسب مع الأسف الشديد ذنوب ومعاصي من وراء هذه التقنية. فأنا أبغى أعرف منكم أنتوا، أنتوا كيف تستخدمون التقنيات هذه؟ هل أنتوا تحسنون استخدامها؟ أبغى أعرف منكم أنتوا كيف ممكن أن نحن نحسن استخدام التقنيات هذه؟ كيف ممكن نوعي الأهالي بآثارها السلبية؟ هل أنت في بيتك مع عيالك عندك مثلا طريقة معينة أو عندك جدول معين؟ هل تمنع في سن معينة مثلا اقتناء مثل هذه الأجهزة؟ كيف تتعامل مع ولدك أو بنتك إذا قالت لك مثلا أن أنا ربيعتي مثلا عندها مثل هالجهاز، أو ربيعي مثلا في الصف عنده مثل هالجهاز؟ طيب أنت شو تسوي في الحالة؟ هل توفر له ولا ما توفر له؟ طيب إذا ما بتوفر له شو بتقول له؟ كيف بتقنعه بأن ما يقتني مثل هذا الجهاز؟ وكيف ممكن تقنعه أنه ما يصير من وراك يقتني هذا الجهاز، أو مثلا حد يضحك عليه يقول تعال أنا بعطيك ويستغل لا قدر الله في استغلال سيء؟ الموضوع متشعب، الموضوع كبير، لكن نحن محتاجين نتكلم فيه، وأنا محتاج الجواب منكم أنتوا، لأنكم أنتوا يعني اللي تستخدمون هذه الأجهزة، وأنا واحد منكم وفيكم طبعا، لأن نحن نستخدم الأجهزة هذه ونستخدم التقنيات هذه، وكيف ممكن نستخدمها بالأسلوب الأمثل والطريقة المثلى بحيث أن تعود علينا بالنفع. يعني أنا دائما أقول هالكلمة أن الجيل الحالي توفرت له كم كبير من المعلومات وسهولة الوصول إليها، يمكن نحن في أجيالنا ما كانت موجودة، ولا الأجيال السابقة ما كانت موجودة. اليوم أنت أي معلومة محتاجينها على طول رحت فتحت الإنترنت وكذبت الكلام طبعا، أو الكلمة اللي أنت محتاج تبحث فيها، مش محتاج لا تكتب جملة ولا تكتب عنوان ولا تكتب غيرها، لا كلمة واحدة فقط يبدا العم جوجل ما شاء الله عليه يطلع لك كل شيء، ما يخلي لك، يمكن يطلع لك الاف النتائج بهذه الكلمه. فاليوم التقنيات موجوده، ولكن مع الاسف الشديد نرجع ونقول انه يساء استغلالها واستخدامها. كذلك لا ننسى بعد المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي من الفيسبوك وتويتر وواتساب وغيره وغيره من المواقع اللي بدات تطلع، ويمكن سمعنا كذلك اذا في بعد حد من التقنيين او التقنيات اللي قاعدين يسمعونا، أقصد عندهم فكرة واسعة في هذا المجال ممكن يفيدونا كذلك، لأن سمعنا في الآونة الأخيرة أن يتم سحب المعلومات أو سرقتها أو قرصنتها، فكذلك ما مدى الأمان اللي موجود في التقنيات هذه؟ يعني ياما سمعنا قضايا أنهم يسحبون صور ويدبلجونها بطريقة معينة أو يركبونها بطريقة معينة وتستوي فيها فضائح وغيرها وغيرها. هل الأجهزة هذه كذلك إذا في حد تقني ممكن يفيدنا، هل الأجهزة هذه تعتبر آمنة ولا لا؟ إذا نحن متواصلين معاكم على هذا الموضوع، طبعا موضوع أثر التقنيات الحديثة في حياتنا، على 600-551-610، ورسالكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 700-97-00-009. عندنا مكالمة أستاذ نزار. ألو.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أبو عايدة. هلا 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 أبو يوسف الأستاذ يعقوب يوسف العوضي. يا مرحبا بك أستاذي. وسلامنا لأخونا نزار وبعد وياكم الأخ الثالث أستاذ وائل. وائل نسلم على الأستاذ وائل كفوري. يا مرحبا بك. تحياتي لكم جميعا يوسف يعقوب وائل نزار والمستمعين. والله انت قلت اليوم يعني هل تنصرق منك الصور وهذا، انت الان لما ترسل اي مسجات اي ترسل اي حوارات او اي مكالمات الان الموبايلات تتجسس عليك يعني. نعم. يعني حتى وانت تتكلم هو قاعد هناك في الولايات المتحدة، لأن يقول لك حتى CIA عندهم يعني طريقة لازم أن يخترق جهازك إذا هو يبحث معك، و FBI ما نستبعدهم يعني في التجسس بخصوص الوصول إلى الناس اللي ارتكبون خاصة الجرائم أو يتعدون حدودهم أو يتعدون على ناس الآخرين يعني. ولكن هذا لأماننا، لكن بالتالي أيضا أنت تكون حذر في اتصالاتك في مسجاتك في كيفية تخزن كيف تعمل. يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال يعني يحط باسورد وايد سهل، 1 2 3 4 5 6 واربع أصفار واربع وحدات أو ABCD على طول، ما هو أول ما يجي يخزن. أو مثلا حد يحط تاريخ ميلادي، ما هو اوريدي كوبي مال الباسبورت عندي يطلع عليه هذا. فلازم انت عشان انت تضبط نفسك لازم تحط يعني مثل شيء يصعب على الطرف الثاني. نرجع لموضوعنا، وانا اشكرك بداية على طرحك هذا الموضوع، ونهني افراد المنتخب وشعب دولة والقيادة الرشيدة وشعب دولة الامارات العربية على الفوز التاريخي. لكن للأسف الأستاذ المدرب مهدي علي صاحب المهندس نعم. اتصلنا فيه ما رد عليه، رد عليه قال لي أبو عايدة مشكورين ومبروك لشعب الإمارات. نعم. إيه لا هو رد علينا ولا الأخ مربوشين الحين عقب بيتفيق لك. نعم نعم. أنا أقول يعني أنت تعرف أحيانا يجينا الهلاك عبر الأسلاك. الهلاك عبر الأسلاك كيف يعني؟ أنت تعرف بشار بن برد حيث قال الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وهذا اللي حاصل في يومنا هذا. هذا الإنسان كان يمكن يعلم في هاك الزمن من أن البشرية يوم من أيام ستملك آلة الموبايل أو الإنترنت. وقد صدق ما قاله عن الأذن والعشق يعني. وهذه الآلة وهذه الأجهزة وهذه الوسائل اللي تفضلت لهي النعمة من نعمة الله سبحانه وتعالى الذي سبب لمخترعها أسباب العقل والفكر لكي شو يخدم الإنسان فوق هذه الأرض. فكم من يعني مشاكل أو إشكال يكون على الأقل بينك وبين ربيعك مثلا اللي قاعد في أستراليا أو في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في مصر، تقعد في لحظة تتواصل معه وتكلمه. لكن للأسف أن نحن ما نستفيد الاستفادة المطلوبة من هذه التقنيات، رغم أن امتلكنا وسائل الاتصالات والتقنيات، فجعلنا من النعمة نقمة. معي أنت؟ نعم معك. من النعمة نقمة. هذه الوسائل ما فيها شيء، يتوقف على الشخص المستخدم. أنت قلت مثلا وين الأب وين الأم، ترى الأم والأب بعد نفس الأولاد، كل واحد على السرير أو في غرفة، طبعا الزوج في المجلس والحرمة في الغرفة والأولاد والبنات كل واحد وكل وحدة في الغرف. فمين يراقب مين؟ ما في حد يراقب حد. يعني الآن يعني يقولون الرقابة ويقولون يعني التوعية، أنا أعتقد هذه الأمور يعني الناس عارفة، وهؤلاء اللي يبحرون في هذا على درجة عالية من الكياسة ومن الدراية ومن الخبرة ومن العلم، لكن ما يطبقون، يمكن يعرفون أحسن من اللي قاعد يوعيهم. صح. فنحن الآن خلص فرط مثل شيء يعني فرط. فمن الخطورة أنا أول شيء أشوف العزلة. العزلة التامة الآن يعني قصدك أحد الآثار السلبية اللي أفرزتها هذه التقنيات هي العزلة. العزلة أنا بقول لك رحت بيت
واحد من الجماعة بقول أم فيصل وين؟ تقول والله هذه أم فيصل على الخط معاي. قلت آه ما شاء الله مسافرة. قال لا هي في الدور الأول. ونحن وين؟ في الدور الأرضي، دائما المجلس في الدور الأرضي. قلت وكيف؟ قال والله بس قاعد أكلمها وسولف وياها. يعني فيهم بينهم عزلة بشكل أو بآخر. هاي نقطة. النقطة الثانية أيضا ضعف الروابط الآن. الآن أنا قبل كم يوم كان حاطين برنامج عن صلة الأرحام، أوكي؟ كل واحد يتصل يقول أنا أواصل أهلي، أواصل أهلي، أتصل بأهلي وأزورهم وأسر، هاي معناته ما في صلة الأرحام. يعني قاعدين يتكلمون بالمثالية، لكن في الواقع هو ما يزور. طالع على الهواء عشان الناس تسمع صوته، وجايب لي آيات وأحاديث، وعلى فكرة هذا أنا عارفه. قلت له أنت كم سنة ما رحت لي وبيت ورا البيت. فهذه بعدين حالات الطلاق. بسبب استخدامنا للتقنيات، مش في وسائل التقنيات، استخدامنا للتقنيات. بعدين عندك مثلا الآن مثلا بنات النداء. بنات النداء في كل مكان. شو بنات النداء هذه بعايزة؟ اليوم طالع بنات النداء موجودات على الشبكة. اليوم واحد متصل أخونا عبد الله بن خصيف أبو راشد، زميلنا وصديقنا وصاحبنا، كنت أنا ياري يمكن في عمان 13 سنة ما شاء الله، ما أعرف أنا كنت ياري ولا هو ياري، اسأله. فواحد متصل يقول يا أخي هذا الموقع بندو. قال كيف؟ قال يا أخي في غنج وفي دلع وفي في، ولدرجة إنه قال أشياء أخرى. شوف اليوم هذا؟ اليوم إيه. بعدين عندك الأثر الصحي. يشوف أولادنا صغار لابسين نظارات. الإشاعات يعني هذه الأجهزة تصدر مليارات من المليارات من الذبذبات الإشعاعية وبأنواع مختلفة من الإشعاعات. إنزين بعدين عندك آلام الظهر، الناس تشتكي والنظر. صح ولا لا؟ نعم نعم نعم. بعدين الأثر الاجتماعي. بعدين أنا إذا اعتدت على شيء خلاص كأني أصبحت مدمن على هذا الشيء. وهذا ناقشناه نحن. نعم. أيضا الآن انتشار الفساد الأخلاقي. نعم. بجميع صوره، بجميع مجالاته، بجميع جنسه، ليس بس المتزوجين وليس الشباب، حتى الصغار يعتدى عليهم. نعم نعم. إنزين بعدين عندك ضعف القراءة. أنا ما بأغني وايد يقول والله الكتاب الإلكتروني والشيء الإلكتروني وهذا، لا هذا ما نبغى نغني عليه ونتكلم بالمثاليات إن هذا يغلب على هذا، لا ما في قراءة، وأصلا ما في قراءة الآن، ما في قراءة. التقرير اللي طلع إن العربي يقرأ في السنة 3 أسطر. إذن بعدين تأثيرات غير مباشرة على العمل. واحد ييك الصبح متأخر من دوام. ليش؟ لأن راسه كبير، وزنه يمكن 80 كيلو، وزن راسه 80 كيلو. ليش؟ مثل لناس قاعدين يحششون في الغرزة. راسهم تقال شيء، هذا نفس الشيء لأنه تعبان ومرهق، وما زالت الثرثرة العقلية في متى بحصلها، متى بنقابل، متى بشوفها، متى بتشوفني، ومتى ووين وكيف وشو، هاي الثرثرة قاعد يرتب حتى يوم يشتغل بعيد ما مركز. وثاني شيء بعد بالخش والدس يبدأ يشيت على البلاك بيري أو على الواتساب أو على غيره من الأجهزة. شوف أي واحد تدخل عليه تبغى تصيره، شوف كلهم وأنا بقول لهم يسمعوني على طول يضرب تشك إيده هناك عشان يغير لك شو العنوان الرئيسي في الصفحة الرئيسية اللي هو قاعد ينظر إليها الصفحة الآن. يضرب ليش؟ لأن داخل مكان ما بزين. لو مكان زين بيقول لك تعال شوفوا ياي أبو يوسف، تعال شوفوا ياي والله كذا كذا كذا. أيضا التأثير القاتل بالآخر، التقليد، مش التقليد بس، وصلنا إلى درجة المحاكاة. مثلهم بالضبط. يعني ممكن أقلد ألبس قميص لكن هذا من تحت يعني، ومن أول العكس، لا هذا محاكاة، محاكاة يعني بالضبط مثل أولئك. أيضا الغزو الفكري، أنت إيش عرفت إن هذول كلهم جالسين يسوون لك هالشغلات ما يحطون لك السم في العسل؟ ما هم شغالين على هذا الأساس. الغزو خطير جدا،
خلي الفضائي، خلي المجلات وهذا الشغلات وهذه، لكن الغزو اللي جايينك بهذا الأسلوب من تحت من فوق، لأن أنت قاعد في جو افتراضي. أنت كم بتراقب؟ أنت بتراقب مليارات البشر؟ بتراقب ملايين السيدات؟ كم بتراقب؟ وبعدين شوف، أنا بقول لك شيء واحد، في موقع من المواقع دائما نسوي عليه بلوك، حتى البلوك هذا لا يفيد. نعم. بس أنا ما بقول تحت الهواء، بقول لك ما بقول لي حق الشباب كيف يروحون، هذا يروج لك للدعارة والكباريهات كل شيء، حتى المخدرات اليوم لا يوصلون لك، يقول لك تعال تفضل خذ. صح. نعم. إذا هذا نحن نسوي عليه بلوك هني في 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 شركاتنا. يروح هو عاطم هذا الشيء ويقول لك افتح البلوك، ويفتح بكل سهولة تخترق. نعم. صح. هاي نقطة. أيضا الشائعات. زين، أنت تفضلت قلت إن واحد ممكن يحصل مليارات من الحسنات بحديث بسيط بشيء بكذا، بذكر الله سبحانه وتعالى يحصل بدل ذنوب ذنوب. واحد والله اليوم يخبرني يقول والله يمكن أنا خسرت هذا عشان لآخرتي، قلت على فكرة ذنوبك كثيرة ترى، انتبه. أيضا نسينا شيء اسمه عشنا الأجواء الافتراضية. إذن وين اللقاءات الحميمية الفيزيائية لزمان كنا نجلس ونحوان بعض ونقبل بعض ونتواصل، وعرف هذا ولد مين وهذه بنت مين وهذا وهذا؟ الآن ما عاد في ذلك، واقصد هنا الذكاء العاطفي والاجتماعي لدرجة أن المؤلفين يعني كتبهم كل الأيام عن الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. شوف بعدين تعال، من الخطورة الآن طبعا في هناك فوائد لا تحصى ولا تعد، عشان أنا بس عشان حلقة اليوم عن الخطورة تتكلم. تعال شوف اليوم البنت تقول لي ليش هربتي يا سين؟ قال والله هربت أبوي كذا كذا. قلت أبوك؟ بالعكس أبوك يخاف من بلده. قال لا صراحة بقول لك أخوي، هذا الوحش ضحك علي وصار واعتدى علي. وحين شو أسوي؟ والله ما أعرف أبوي بيذبحني. قلت بالعكس ليش أبوك يذبحك؟ أنا بذبحك، مش هدخل السجن يعني. إيه دفاع عن الشرف. إيه أيضا البحث عن الحب خارج البيت وخارج النطاق الزواج يسوون هالشغلات. بعدين ضعف الأمن الأسري، الأب في المجلس، الأم في غرفتها، والبنت البنات في غرفهن، والأولاد في غرفهم. انزين، وبعدين شو يحصل؟ يحصل هنا زعزعة في الأمن الأسري، زعزعة. انزين، فبالتالي تعرف الرجل كان هي تجيب لي، دخلت الريال في غرفتها ثلاثة أيام هو عايش داخل غرفتها. إنزين وين كان الأب؟ وين كذا؟ لما عرف الأخ لما دخل عليهم طلع السكين وذبح الأخ، وهو طبعا ألقي عليه القبض أخذ إعدام، والأخ قتل وهي جابت لهم العار. يعني شوف خطورة كيف توصل. يعني الأول قتل والثاني طبعا دخل سجن، والثالثة اللي هي البنت اللي سبب المشكلة. إذا كيف رجال عايش ثلاثة أيام يتغدى ويتعشى عندكم؟ أنتم ما تسألون هالسين ليش يجيب الأكل هالأيام داخل عندها تأكل ثلاث وجبات؟ وهذا الثور وأنتم بكرامة شو مدخلين مهني؟ الله المستعان يا أبو عادي، جزاك الله خير. أخيرا بعد لا ننسى الكذب، الخداع، التسول الإلكتروني، بعدين الشك، بعدين الخيانات الزوجية، الزيارات السريعة، بعدين مشاكل الأطفال، اللي الطفل اللي ينتحر، والطفل اللي يأذي أخوه، والطفل اللي يقتل أبوه، والشراء، ومشاكل عبر الإنترنت، والبطاقات، والإعداد للجرائم، بالإضافة إلى مثل ما تفضلت وتفضل أخوي وائل ونزار ويعقوب، انعدام الحوار والتفاهم. نعم. خلاص يعني شوف، يعني الواحد او انا ابو عايدة انا بقول لك شوف، نحن بعد 4 سنوات ما مش حتتداوموا في 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 مكاتبكم.
صدقني ما بتكون هناك لا تخطيط استراتيجي ولا جودة ولا شيء، لأن كل الأعمال سوف تدار بالإلكترونيات، لأن بنداوم في الأسبوع يوم وفي اليوم بنداوم فقط ساعة، بتكون إجازتك 365 يوم حتدير عملك وانت في سنغافورة. تفرح الناس انت جذب عايدة طبعا. وبعدين ممشي دي أحين في الولايات المتحدة والله شركات تقول شوف أنا ما بلا شهادتك ولا بخبرتك ولا دوراتك ولا ICDL ولا شيء، أنا شوف أنت تحدد الراتب، أنت يا أستاذ يعقوب أنت حدد راتبك كم تبقى راتب؟ 200,000 أنا بعطيك 200,000، حتى هات سريرك ونام هنا، حتى هاتوا أسركم نام، بس شو تجيب لي الدخل، والدخل هذا من وين بتجيبه؟ عن طريق الإنترنت. نعم جيب لي الدخل أنت وأنت حدد. نعم. فلازم ننتبه المستقبل، لازم تنبؤاتنا، لازم المراكز الأبحاث العربية الآن تتحرك بقوة. ترى شبعنا مال أبحاث الطلاق والأحداث والعنوسة، مللنا ترى وقتلناها ولا سوينا حتى شيء. جزاك الله خير يا أبو عايدة، مشكور مشكور يا طويل العمر. يمكن بعايدة اختصر الموضوع كله وتكلم في الجوانب كلها اللي مفروض نتكلم فيها، فأتمنى منكم تعلقون على هذه الجوانب هذه كلها. نقول ألو. ألو السلام الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدتم مساء. يا مرحبا بك يا طويل العمر. الله يخليك أستاذ الفضل. الله يبارك فيك. أعتقد معك أستاذ الفضل عبد الحميد الأميري الصحفي وإعلامي ويعني كاتب و... يا مرحبا أستاذ عبد الحميد. حياك الله أستاذ الفاضل. حقيقة قبل كل شيء أحب أهني وطني الأم دولة الإمارات على فوزها بكأس الخليج، وأتمنى لهم إن شاء الله أن دائما أن يكونوا من الفائزين، وأقدم حقيقة تحياتي إلى أصحاب السمو والشيوخ والمعالي وكل من يحب وطننا ويخلص له ويموت من أجله ويفديه، فالوطن عزيز ولو كان صحراء قاحلة. تفضل يا سيد الفاضل. أستاذ عبد الحميد، ما أدري والله، كنا نتكلم عن موضوع أثر التقنيات الحديثة على نعم. على حياتنا اليومية. نعم سيد الفاضل، على مختلف المستويات طبعا والأعمار والفئات العمرية ومختلف مناحي الحياة اليوم. يمكن بعيدة حتى تتكلم قبل شوي وتكلم عن الجانب الاقتصادي، الجانب الأسري، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي. نعم, نعم. حقيقة أبو عايدة، أول شيء تحياتي للأستاذ الفاضل أبو عايدة ملك الإذاعات، وحقيقة هو صديق عزيز علي جدا وأحبه، وزمان سبحان الله ما سمع صوته حتى، يعني ما عليك زود مشتاق له، والله يحفظه ويبارك في حياته. هذا الإنسان الطيب المتواضع واللي المجاهد، أنا أسميه المجاهد المكافح يا سيد الفاضل. فأما بالنسبة للسؤال، الله يسلمك، إحنا مش في زمن التقنيات الحديثة، ولكن احنا في زمن انا اسميه زمن الزوبعة، زوبعة الفنجان او زوبعة مثلث برمودا. قبل حوالي في السبعينات كنا نسمع عن سوبرمان وعن اللي يغزون الفضاء والحروب، يعني ايام يمكن انا ما ادري كان كم عمري وانا اسمع عن هالاشياء. فيا سيد الفاضل حقيقة الأشياء اللي جابوه لنا في مجتمعنا هذا أنا ما أظنها تطور، يعني بالنسبة لمجتمعنا العربي ككل. هذا الله يسلمك تأخر لحضارتنا. أولا يا سيد الفاضل، قبل أن نتعلم التقنية الفكرية والعلمية يجب أن نتعلم أنا أسمي شيء أكبر من ذلك، وهو تعليم الإنسان لوطنه، تعليم الإنسان لتاريخ وطنه، لحضارة وطنه، لأمجاد وطنه. هذا كل أشياء تعليم، هذا أول شيء. شيء ثاني يا أستاذ الفاضل، أنت لما تتحدث عن التقنيات اليوم، إحنا الله يطول لي عمرك بدأنا ندخل في يعني عالم، أنا كنت أقرأ دائما أو يعني من القراء ان والله في مثلث برمودا، انا كنت اتحرر المثلث برمودا مجرد في بحر وكذا ويسحب السفن، ولكن انا اجد حاليا احنا في زوبعة مثلث برمودا في هالافكار، التقنيات الالكترونيات، الكمبيوتر، الدش عفوا، حتى انا مش مشكلتي ثقافي مدشوشة يعني نهائيا.
السيد الفاضل يجب أن نتعلم كيف نستخدم وليس كم نستخدم. هناك فلسفة بين الكم والكيف. وعملية الكم غير يعني أنا كم أستخدم كم جهاز نت ما أدري شو، لا، ولكن أنا كيف أستخدم. إذا لو دخلنا في حياتنا، لو أدخلنا في حياتنا بأسلوب كيف نستخدم ولصالح من ولمصلحة من، أعتقد أن يعني هذه الأشياء اللي الاشياء اللي احنا نتعلمها. الحين عفوا استاذ عبد الحميد، الحين كل حد عارف ومفروض اني انا ما ادخل المواقع السيئه، مفروض ما ادخل في نفسي مثلا، ما ادخل نفسي في متاهات، مفروض اني انا استفيد من هذه التقنيه. نعم. اقصى استفاده ممكنه، مفروض استخدمها استخدام ايجابي، ولكن مع ذلك أنا قاعد أستخدمها بطريقة سلبية، سواء كان للبحث عن المتعة، سواء كان لتمضية الوقت، سواء كان الأثر الكبير والشديد اللي قاعد يقع مش يمكن علي وعليك، على الجيل اللي صاعد اللي هو يعيش في عالم افتراضي، عالم وهمي مش موجود، في مخلوقات خاصة فيه، ويبدأ يرسم لك أوهام ويعيش في عالم مش واقعي. نعم سيد الفاضل، هذه الله يطول لي عمرك يرجع إلى التربية. نعم. أول شيء ما الأهل يقول لك نحن عيزنا مو بعارفين شو نسوي. لا هذا الله يسلمك، لا مستحيل أمام الشمس كما قال نابليون بونابارت، يعني لا مستحيل أمام الشمس. فيا سيد الفاضل شيء هذا يرجع إلى الحافز الديني. لأن دائما لما احنا نتكلم نقول سبحان الله، يعني الله الوطن الرئيس الرئيس. نعم. إذا احنا تكلمنا عن الله والدين، نعم. أنت معي سيد الوطن وطنيتنا اللي احنا ننتمي فيه. نعم. ولنا ننتمي له. بيقول لك ديني أنا أصلي الحمد لله وما عندي شيء، والوطنية ترى ما عليها زود والحمد لله، بس هذه يا سيدي. نعم. إن كان الديانة بالصلاة وبطوال الحب، والله لكثيرا من الناس كما أقول لك دخل الجنة، لكن الله أعلم بهذا الشيء. لكن الدين فعل وليس قول، الدين فعل فلسفي، يعني بمعنى الدين أن تخاف الله سبحانه وتعالى، أن تخاف على وطنك، أن تخاف على أنا أسمي مجتمع وطنك، على أهلك، على بيتك، على كل شيء. فأنت مسؤول عن بيتك، عن بناتك، عن أولادك. فإذا يجب، ولكل راقب رقيب، لكل راقب رقيب سيد الفاضل. جزاك الله خير يا أستاذ عبد الحميد. فسيد الفاضل هنا الله يطول لي عمرك، يجب أن تكون أنت العين الساهر لوطنك، أنت تكون الجندي الحامي لوطنك، أنت تكون العين الثالث السهر لكل شيء في وطنك، العين الحساس كما يقول، الحاسة السابعة وليس السادسة سيد الفاضل. جزاك الله خير يا أستاذ عبد الحميد، تسلم لي، شاكر لك. بس قبل كل شيء أنا عندي نقطة. نعم. يمكن أنا آسف أني أطلت، لأن الله يسلمك إحنا المشكلة المثقفين، أقصد المثقفين عندنا الله يطول عمرك. أقول شيء بس، أدعو دعوة بس فقط يعني من قلب، يعني أنا أقول أيها الناس، أيها المواطنون الذين يسكنون في دولتنا، رحم الله والديكم، أن يعني تكفوا عن حقد وحسد وطننا، لأننا حقيقة لا نرضى، وثم لا نرضى أن يمس أحدا وطننا بأي شيء. وإن كان لكم أي شيء تفضلوا بنقاش كالرجال أمام الملأ وناقشونا، إذا وجدتمونا أقل منكم فأنتم فلومونا، ولكن إن شاء الله بفضل الله وبفضل شيوخه علمونا كل شيء، حتى علمونا الفلسفة، علمونا كيف نخاطب الحجر وكيف لا نستطيع أن نخاطب البشر يا سيدي. فإذا نحن الله يطول لي عمرك جيل من المخضرمين المثقفين، نستطيع أن نواجه العالم، فلا نستطيع أن نواجه الله يسلمك شخص. فأتمنى من ذلك من الله سبحانه وتعالى أن أيها الآباء عليكم بأبنائكم، عليكم بتربية أبنائكم، عليكم بتربية فتياتكم التي يخرجنا في المولات لا عباية ولا شيء ولا شيء، كأنها أمريكية مغربية ما أدري شو. حافظوا على شرف وطننا، حافظوا على تربة وطننا، حافظوا على هوية وطننا. الهوية ليس أن تلبس عقال وغتر تقول أنا مواطن، الهوية أن تموت من أجل وطنك، أن يا أخي تفتى أولادك كلهم في سبيل دولتنا،
هذا هو الوطنية الصادقة. ليس الوطنية أن تأكل وتشرب وتنام، الوطنية أن تبكي من أجل الوطن، أن تموت من أجله. إذا مت أنت فمليون يأتون. فسيد الفاضل حافظوا يا شعب الإمارات، حافظوا على وطنكم، حافظوا على تراب الوطن، حافظوا على أسماءكم، على سمعتكم، على هويتكم الوطنية. قولوا شوية غيورين، إن الله يحب كما يقولون الغيورين، فغف فكن غيورا على وطنك، على أمك، على أختك، على كل شيء كان وطنك. وغض، كن غيورا حتى تعيش في وطنك بأمان. اعشق وطنك، اعبد وطنك. شكرا يا عبد الحميد، شكرا. انا لا استطيع ان اقول اكثر ذلك. شكرا يا اخوي، شكرا، مشكور. سرسرت في كلامي. لا لا، جزاك الله خير، العكس، اللي اثرت نقاط جميله الصراحه وفي محلها. تسلم يا طويل العمر. فتحياتي للمعلم الفاضل حقيقه، صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد الله يحفظه، والشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد العظيم الفيلسوف. أنا قابلته، قال لي كيف رأيت دبي؟ قلت يا سيد الفاضل، عندما يكون في دبي فيلسوفا ومعلما وإنسانا عظيما، والله لو خلقت حضارة في التاريخ لأنت خالقها يا سيد الفاضل. فأنت لست إنسانا ولكن الإنسانية تجمعت فيك أنت يا سيد. قال لي لماذا تقول هكذا؟ قلت سيد الفاضل عندما يكون في دبي، باني دبي، حضارة دبي، فيلسوف دبي، أفلاطون دبي، أين نحن نبحث عن الحكماء والفلاسفة؟ جميع الشيوخ عندنا وأعظمهم والله نتعلم منهم فلسفة العالم. لا نحتاج إلى كما يقول أحد الغربيين، يا أخي أنت لما تتكلم أبوك أو خاطب أبوك أرسل لك رسالة أقول له good morning father. يا أخي أي good morning father؟ فعلمونا شيوخنا الأدب والاحترام والتقديس. فبارك الله فيهم وبارك الله في من خلقهم وجعلهم ناس عظماء. نحن لسنا أبناء شعب، نحن أبناء العظماء. فبارك الله فينا وبارك. جزاك الله خير يا عبد الحميد، تسلم لي يا طويل العمر، الله يخليك. جزاك الله خير، حياك الله. الله عليكم ورحمة الله، حياك الله يا أخوي، حياك الله. إذا نحن متواصلين معكم طبعا على 600551610، ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 700-97-009. يمكن الأخ عبد الحميد شوية طلعنا برا على الموضوع، لكن نحن طبعا موضوعنا اليوم عن التقنيات الحديثة وأثرها على حياتنا. ويمكن مثل ما قلنا أن أصبنا بمرض يمكن يسمى الخرص الاجتماعي. يعني اليوم الناس ما قاعدة تتكلم، اليوم المراهقين قاعدين يستهدفون بطريقة معينة أو أخرى، والشباب كذلك، والبنات الصغار في السن بالذات. أنا أقصد هنا الجيل الناشئ، الجيل اللي طالع، فيعيشون في عالم افتراضي، عالم وهمي، سواء عن طريق التلفاز أو التقنيات الحديثة أو الأجهزة الحديثة. يعني أنا يمكن بتصل بعد شوية في طفل بسمعكم كيف يتكلم، يعني كيف عن شو يتكلم، عنده عالم افتراضي خاص فيه. ومع الأسف الشديد يمكن الأشكال حتى اللي نلاحظها اليوم، أشكال أقصد البرامج، برامج الأطفال ما عادت مثل قبل. يعني قبل كنت تشوف ويوه مرسومة يمكن تحاكي الواقع، تحاكي الشخص، تحاكي مثلا الإنسان أو المرأة أو الطفل. يعني أشكالهم يوم مرسومة تحصلها نفس الأطفال الحقيقيين أو نفس الإنسان. اليوم لا، كلها وحوش وكلها أشكال مشوهة وكلها مخلوقات فضائية ومخلوقات غيرها. يعني قبل يمكن الياهل أو الطفل إذا كان بيشوف هالأشكال يخاف، اليوم لا، متعود عليها، ما عنده مشكلة فيها، يتقبلها ويسميها مسميات عجيبة غريبة. ومثل ما قلنا يمكن كذلك مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعة الخير، يا ما سمعنا قصص استدراج. يعني من الشيء بالشيء يذكر، يمكن قلت هالكلام أنا قبل بس برد أذكر فيه، بنت عمرها 14 سنة، أمسات القضية هاي طبعا نشرت في الصحف، بنت عمرها 14 سنة تعرفت عن طريق أحد المواقع على أحد الشباب وشلها أو خذها، طلعها من إمارة أبوظبي، خذها لدبي، من دبي عمل اللي عمل فيها، بعد ذلك طبعا رماها واتصلت البنت في واحد ثاني على أساس أن يأخذها يرجعها البيت. فذاك الثاني بعد يأخذها ما رجعها البيت، وداها العين وسوى اللي سوا فيها وزقر ربيعة بعد فوق هذا كله. بعدين رماها كذلك، ردت اتصلت في واحد ثالث،
كذلك على اساس انه بس يوصلها البيت، كذلك هذاك الثالث بعد كانوا يا واحد وبعد انحرف. فالقضيه الحين منظوره امام المحكمه بغض النظر عن مدى صحه هذا الكلام، يعني شوي القصه تحسبها انها مفبركه، لكن المتهمين فيها حاليا 5 اشخاص. طيب هالخمس اشخاص من وين جابتهم؟ بنت عمرها 14 سنه يا جماعه الخير، شيء يعور القلب. الا ما كان في اهمال من الاهل مع الاسف الشديد، الا ما كان في عن طريق المواقع هذه. طيب يمكن علماء الاجتماع والمتخصصين والموجهين الاسريين وغيره يقولون والله حاولوا انكم انتم توفرون جو الرومانسيه في البيت مع زوجاتكم او مع الزوجات مع ازواجكم، وكذلك حاولوا انكم انتم توفرون شو يقولون هاي، كيف اوصلكم المعلومه، يعني حاولوا انكم تغدقون عيالكم بالعاطفه والاهتمام والرعايه والمتابعه. وحتى بنتك كذلك بالذات لازم تحس انك انت اب مهتم فيها، تحضنها، تقبلها وغيره وغيره وغيره. طيب انت بعد ما تعطي هذا كله هي قاعده تحصل اكثر منه في مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق الاجهزه. اي واحد يقصها، فهذا ما يقص عليها بكلمتين ثلاثه، فهذا ما يعوضها عن هذا، يعني يدغدغ فيها مشاعر الأنوثة. أو الشاب كذلك ممكن يكلم وحدة يحس فيها عاطفة، يحس بعاطفة تجاهها، وهذا ما جبلت عليه النفوس سواء ذكور أو إناث. فما أدري أنا شو الحل، مش فاهم الصراحة، مش عارف، يعني وصلنا لمكان طريق مسدود بالنسبة لي أنا. أنا هذا اللي أشوفه، ما أبغى أكون سلبي، ما أبغى أشوف الدنيا بنظارة سودة، وما أبغى أكون متشائم، ولكن هذا اللي حاصل اليوم من كثر القضايا اللي نسمعها، من الجرائم اللي نسمعها، من المشاكل اللي نسمعها، تقريبا هذا اللي حادث أو هذا اللي صاير. كذا مثل ما قلنا يمكن لها مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، مشاكل اقتصادية كذلك. اليوم الأبناء بدوا يثقلون على أهاليهم بأنه لازم تجيب لي الجهاز الفلاني، والجهاز الفلاني لا يقل سعره عن كذا، فهذه تتراكم عليها وتترتب عليها مشاكل اقتصادية. ناخذ مكالمة، نقول الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك اخوي، عامل ايه؟ يا مرحبا بك يا اخوي. معلش انا هخرج برا نطاق الحركة، بس معلش سامحنا يعني. كيف يعني يا اخوي؟ احنا انا عايز ابارك للمنتخب وشيوخ الامارات. نعم تفضل، ما في مشكلة. ومبارك لشعب الامارات على الانجاز ده، وان شاء الله يرجعوا بالكاس يعني باذن الله. الله يخليك، امين يا رب. شيخنا يستاهلوا يا رب، ويوفق المنتخب ويوفق الامارات جميعا يا رب ان شاء الله. الله يخليك. والدتي بس عايزه ممكن تزغرط؟ ممكن؟ خلص زغرط، مدام حق المنتخب ما في مشكله يا اخوي. ربنا يخلي شيخنا يا رب، ويخليك يا ابو يوسف صح؟ الله يخليك، جزاك الله خير يا رب. والله برنامجك حلو، الله يخليك، مذيع كويس يعني، ربنا يخليك يا رب. من طيب بصلك، الله يخليك، الله يعزك، يخلي شعب الامارات كله، امين يا رب العالمين، واللعيبه يا رب، امين يا رب العالمين. ادعي لنا يا الوالد ان شاء الله ما يرجعون الا بالكاس يا رب، ان شاء الله ما يرجعوا الا بالكاس. امين يا رب العالمين. تصلي وتدعي. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير يا رب، يخلي شعب الامارات كله والشيوخ على راسنا من فوق. امين يا رب العالمين. تسلمين، الله يخليك، شكرا يا رب، يخليك، الله يخليك، الله يخليك يا مرحبا بك.